عشري معتها تعرفنا وصارت شوي مشاكل بيناتنا ومن بعد رجعنا وهم الكل عادنا طعام وثلاثة شهور. الحب أنا بالنسبة لي رزق، انك سيب برشا في الوقت هذا، انك تلقى شخص معناها يكون لك سند في كل شيء. اليوم باش نحكيو معكم على العشره، وما ادراك ما العشره. انتم مخطوبين؟ ايوه. هذا عندكم؟ انا بريسك اجي نقول لك حاجه، احنا تعرفنا وصارت شويه مشاكل بيناتنا ومن بعد رجعنا وهم الكل عادنا طعام وثلاثة شهور. شنو الحب؟ واش نقول لك حاجه، الحب انا بالنسبه لي رزق، انك سيب برشا في الوقت هذا، انك تلقى شخص معناها يكون لك سند في كل شيء وفي وقتنا تاو معناها بعد بوك بيان سور هيك. انت الحب شنو بالنسبه لك؟ الحب الحب حاجه اخرى بطبيعه يبدو من طرفين، معناها مش من طرف واحد. الحب حاجه لازم برشا 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 الحب محبه، معناها انك مش تحب انسان فهذي حاجه صعبه على الاخر، خاطرك انك انت باش تلقى انسان في حياتك يكون لك كل شيء حاجه صعبه على الاخر، انك باش تلوج عليه. والعشره بالنسبه لكم شو معناها؟ العشره بتبيع العشره راهي هي الكل، معناها انك كيفش نقول لك العشره راهي معناتها ما لقيتهاش. العشرة حاجة كبيرة على الأخر، إنك تعاشر إنسان تعرفوا عشنو يمشي عشنو يجي، حاجة تتطلب برشا مجهود. هيكا برشا شباب توا ما عادش يبذلوا أكل مجهود في العلاقات، ما ياخذوا كل شيء باستسهال، فيديليتي ولات حاجة غاغ. شنو تنصحوهم؟ ننصحهم إذا نقول لك حاجة، إنك أنت باش تبني حياتك مع شخص لازمك تكون واضح مع روحك برش، خاطر مش سهلة انك تبني علاقة حب كي تبدا انت ماكش مقتنع بالحكاية، ما تنجمش انك تدخل مع شخص في رولاسيون، فهمت؟ لازمك تكون مقتنع بروحك اول حاجة، ومن بعد تكون مقتنع بالشخص اللي انت معاه، فهمت؟ انا ننصح اللي باش يكون يدخل طفلة لحياته يكون مقتنع بروحه اول حاجة. برشا من الشباب زيدا مع الشراء والزواج مرحلة لازمة ولا مرحلة مهمة؟ كلها كيكة تاو كلها تخمم البرة تاو، أما كل واحد وكيفاش، دجا حتى البرة ما عادش تشوف كيفاش نفس العايشين هنا تمشي تلقي تعيش بيه البرة، معنا صعبة حتى البرة راي صعبة في بلايس كل صعبة. زيدا نحكيو على الزواج. على حرس خلاص ربي سهل. العرس مش توصل لها لازمك برشا حاجات، معناه انك تطيح وهو يطيح، ومش كل شيء فلوس ولا حكاية. ما هو حسيني خايف قول مزيل مزيل. ليه مش خايف؟ مش خايف، احنا شنو خايفين من مسؤولية وخايفين بعدك. اي انسان يخاف من العرس تعرف علاش؟ خاطر مصروف برشا مصاريف تتطلب، هذاك علاش. هو العرس مسؤولية ومسؤولية كبيرة. كاو لا باس لا باس نواجه ان شاء الله لا باس.